قدم هذا الوقفه وطنيا يوم 15 اكتوبر على الصعيد الوطني. شاركوا فيها جل الفروع ديال الجمعيه ما يزيد عن 73 فرع. في هذا السياق كنقول بان هاد الوقفات تنظموا من طرف الجمعيه احتجاجا على التضييق الذي تعاني منه الجمعيه ككل. من هذا التضييق كيتجلى اولا في منع الحركه الحقوقيه ككل من الجمعيه المغربيه حقوق الانسان امنيستي انترناسيونال والعصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان. تمنعوا من تم المنع ديالهم من الفضاءات العموميه، تم المنع ديالهم من المخيمات الحقوقيه، وكذلك كاين بعض الفروع اللي تمنعوا حتى من الوصل القانوني. هنايا كيبان بان هناك تضييق على الحركه الحقوقيه ككل، واللي كيعاني من القسط الكبير من هذا التضييق هو الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. وفي هذا السياق كتجي هذا الوقفه ديالنا، بحيث ان الجمعيه المغربيه حقوق الانسان كتعالج ملفات شتى كتفضح فيها الانتهاكات ديال حقوق الانسان، والجمعيه مع الهيئات الاخرى الحقوقيه هي كترفع التقارير على المستوى الدولي، وهذا هو اللي كيحرج الجهات التي تمنع الجمعيه من مزاوله انشطتها المشروعه. المكتب ديال الجمعيه بالفرع ديال المحمديه. المهم هذه الوقفه هذه تجي في اطار الرد على الهجوم اللي كاين على الحركه الحقوقيه بصفه عامه وعلى الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان بصفه خاصه. بالمناسبه اليوم خرج اكثر من 92 فرع في المغرب، دونك اكثر من 80 مدينه اللي خرجوا، اضافه لثلاثه ديال الفروع في اوروبا اللي هما الفرع ديال باريس وليل وبروكسيل. كما قلت هذه الوقفه تجي كرد على الهجوم اللي كاين واللي تيتجلى في المنع ديال الانشطه ديال الجمعيه على المستوى المركزي وعلى المستوى ديال بعض الفروع، المنع من الانشطه، المنع من الاجتماعات ومن القاعات العموميه. تنعرفوا القاعات العموميه من الحق، هي قاعات عموميه ومن الحق الشعب بصفه ككل. كذلك تجي كرد على الهجوم المسخر من طرف المخزن في الاعلام سواء الرسمي او بعد الاقلام اللي هي ماجوره. وعلى الشينا وحتى الشينا والماء مازال طغى علينا، وعلى الشينا وحتى الشينا والماء مازال طغى علينا، وعلى الشينا وحتى الشينا والماء مازال طغى علينا. داروا المغرب الجديد، المغرب القامع والتشوي، شوفوا المغرب الجديد، المغرب القامع والتشوي، يبقى الشينا وحتى الشينا والماء مازال طغى علينا. تحية نضالية جماهير الشعبية، تحية نضالية جماهير الشعبية، تحية نضالية جماهير الشعبية. احنا في الزمان والمكان حيث اكثر من 90 فرع الان يخرجون للاحتجاج على المسلسل وعلى مسلسل القمع الذي طال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومكونات أخرى من الحركة الحقوقية. أكثر من 90 فرع يخرج الآن، أيضا فروعنا في الخارج تخرج للرد على هذه الهجمة الشرسة القمعية ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. أيضا نحن لنا كلمة موحدة تلقى في جميع الوقفات التي منظمة على الصعيد المغرب. نترك رفيقة عزيزة المقاني لتقرأ عليكم. مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية نحيي بدورنا المناضلات والمناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحيي كل الحاضرات والحاضرين الذين لبوا دعوة ونداء الجمعية للتعبير عن استنكارهم
عن استنكارهم لما يطال الحركة الحقوقية والمدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان بالمغرب من تضييق واعتداء ومنع من استعمال القاعات والفضاءات العمومية لتنظيم الأنشطة التكوينية والإشعاعية والتنظيمية، وما يشكل هذا من تراجع خطير يمس الحقوق والحريات ببلادنا، حيث منعت الجمعية من تنظيم العديد من أنشطتها بما فيها تلك المرتبطة باتفاقيات شراكة مع الوزارات، ومنعت منظمة العفو الدولية فرع المغرب من تنظيم مخيم حقوقي دأبت على تنظيمه منذ سنوات، وحرمت العصبة المغربية الدفاع عن حقوق الإنسان من تنظيم ندوة وطنية داخلية حول التربية على حقوق الإنسان ولقاء تأطيري وطني لكتاب فروعها، فيما تم الاعتداء على مقر الجمعية الطبية للتأهيل ضحايا التعذيب لمرتين متتاليتين خلال شهر الشتاء 2014 باقتحامه من طرف أشخاص مجموعين والعبث بملفات الضحايا. وفي هذا السياق نالت الجمعية المغربية حقوق الإنسان النصيب الأوفر من المنع من استعمال القاعات العمومية ومن التضييق والمتابعات، والتي تمظهر في منع العديد من الوقفات الاحتجاجية والأنشطة الإشعاعية والتكوينية والتنظيمية بكل المناطق تجاوز عددها 20. هذا إضافة إلى رفض تسليم وصولات إداء عدد من المكاتب الجديدة في خط سافر للقوانين والاعتقال والمتابعة والزج بالمناضلات والمناضلين في السجون التي كانت آخر مهازل للقضاء بشأنها، بمحاكمة كل من الرفيقين أسامة حسن ووفاء شرف بسبب طلبهما بفتح تحقيق في عمليتين اختطاف وتعذيب اللتين كانا ضحية لهما بكل من الدار البيضاء وطنجة.